بيباس طفل مزيف. يبدو لذيذا جدا. هيا صغير، هل أنت بخير؟ انتبه، إلى أين أنت ذاهب؟ الشرطة، إنهما لا يعرفان، لا يعرفان. أولا صغيري الثعلب الصغير، أمك كانت تبحث عنك، لماذا أنت هنا بمفردك؟ شكرا يا ضابطي الشرطة، ودعاً. إنهما يتصرفان بغرابة، أليس ذلك غريبا؟ قد يكون هناك شيء ما يحدث، لنتبعهما، انتبه. لقد اختفيا. أوه لا، أين ذهبا؟ لنذهب من هذا الاتجاه. هاي، كاد يقبض علينا من قبل الشرطة. توقف عن التذمر، علينا العثور على صغير لاختطافه اليوم. كعكتين من فضلك. آسف، لقد تم بيعهما للتو. أمي، أريد كعكة. هذه فرصتي. انظر إلي، رائحتها زكية. أين كعكتي؟ لقد أخذتها، الآن حان وقت التحرك، هيا بنا. أمي أريد كعكة. واو، إنها لذيذة جدا. صغيري، أعطي واحدة للأرنبة الصغيرة. تفضلي. واو، شكرا. شكرا جزيلا أيها الثعلب الصغير، أنت لطيف جدا. قبعتي. لديك أذنان كبيرتان. وأنت تلبس أحذية كبيرة. لا، إنها تشك بنا. صغيري، لما لا تذهب أنت والأرنبة الصغيرة وتلعب بهذه السيارة؟ أيها الأرنبة الصغيرة، لنلعب سوياً. حسناً. أين الزر؟ ها هو. كونا حذرين، لا تذهبا بعيداً. سيدة أرنب، لباسك جميل جداً. شكراً، وحذاؤك جميل أيضاً. لنذهب للتسوق لاحقاً. أين هما؟ أيتها الأرنبة الصغيرة؟ أيها الثعلب الصغير. الأرنبة الصغيرة. الأرنبة الصغيرة. أين أنت؟ أراك لاحقاً. الأرنبة الصغيرة، أين أنت؟ سيدة أرنب، ما الذي حدث؟ نقيب لابرادور، صغيرتي مفقودة، أرجوك ساعدني في العثور عليها. أين رأيتها آخر مرة؟ أمام متجر الكهف، ذهبت مع الثعلب الصغير لتلعب بسيارة الألعاب، وكنت أتحدث مع سيدة ثعلب. أين سيدة ثعلب؟ السيدة ثعلب مفقودة أيضا. هل يمكن أن يكونا الثعلب وأمه الغريبين اللذين قابلناهما؟ لا، أظن أنهما اختطفا الأرنبة الصغيرة. آثار عجلات سيارة الألعاب، دعنا نذهب. أيها الثعلب الصغير، أين نحن الآن؟ أريد أن أعود. لا يوجد أحد هنا، لا يمكنك العودة. أيها الثعلب الصغير. أنا لست الثعلب الصغير، أنا السيد ثعلب. تنكرت في زي طفل. توقفي. تحذري ماذا؟ لقد كنت متخفيا أيضا. توقفا، اتركاها وشأنها. لا، إنها الشرطة. لا تقلقي، أنت بأمان الآن. صغيرتي، صغيرتي. توقفا عندكما. بسرعة، انتبه، نراكما لاحقا. لا.
لا يمكنكما الهروب. أبعدهما عن المركب. انعطف يمينا. من الأفضل أن تتوقفا. سيمسكان بنا. أنا سأقود. اسمع. سأقود. من هنا. لا من هناك. انظر إلي. هدى. النجدة. لا أحد يستطيع الهروب مني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، عليكم الحذر من الغرباء. حتى لو كانوا صغاراً يجب أن تكونوا دائماً حذرين ممن تقابلونهم. لا تأخذوا أبداً أي شيء يعطونكم إياه، ولا تذهبوا معهم أبداً، لأنهم يمكن أن يكونوا مع خاطفين آخرين. رجاءً تذكروا ذلك. أوف! صوت غريب تحت الأرض. إنه وحش كبير. صغيري. إنه أبي. هل أنت هناك صغيري؟ كنت تلعب بالمرحاض مجددا؟ لا، لست كذلك. لنذهب، حان وقت النوم. أبي، ما هذا الصوت؟ من الذي جاء في هذا الوقت من الليل؟ إنه شبح. الذي يحدث؟ هناك شبح في المبنى. ليس هناك شبح في الحقيقة. دوبي، هيا لنلقي نظرة. من يتظاهر بأنه شبح؟ ادعين. إنهما ثوران. لم يكن الأمر مضحكاً على الإطلاق. آسف، لم نقصد ذلك. سمعنا صوتاً غريباً، كان مخيفاً جداً. هذا هو الصوت. دوبي، هيا بنا. هنا منزل الثور. هيا ندخل. هناك. إنه قادم من هنا. ومن هنا. هل الصوت يتحرك؟ لقد وجدته. ما هذه الرائحة؟ يبدو أنه قادم إلى الأنابيب. أوف، معك بابيون. بابيون، نحتاج لمساعدتك. هاري. بابيون دوما لديها الحل. أوه.
نقيب لابرادور. كيف يمكنني مساعدتك؟ يوجد شيء ما في الأنابيب، أريدك أن تبحثي هناك. علم، ها هي آلة البحث الصغيرة. آلة البحث الصغيرة لا تخاف من العمل الشاق والقذر. ستكون لنا عونا كبيرا. يوجد أشياء كثيرة عالقة في الأنابيب. انظرا، شيء ما يتحرك. اتبعيه. لا مشكلة. هيا هيا. إنها تعود. لقد نزلت إلى المجاري. لنذهب إلى الطابق السفلي. الآن آلة البحث الصغيرة. سمكة؟ إنها سمكتي، كيف وصلت هنا؟ أنا آسف، لقد أسقطتها في المرحاض أثناء اللعب في الحمام. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، المرحاض ليس لعبة. المراحيض متصلة بأنابيب الصرف الصحي، وهناك الكثير من الأوساخ في الأنابيب، لذلك لا تلعبوا بماء المرحاض ولا ترموا الأشياء فيه. سوف يسد ذلك المرحاض ويسبب مشكلات كبيرة. لا تذهب مع حيوانات الغير. الماما ستذهب لتأتي ببعض المثلجات. ابقي هنا وانتظري حتى تعود الماما. حسناً. هذه فرصتي. إنه وقت عرض حيواني الأليف لولو. هيا بنا نبدأ. سيدي، هل لولو هذه لك؟ إنها لطيفة جداً. أليست كذلك؟ أحتاج للذهاب إلى الحمام الآن. هل يمكنك مراقبة لولو قليلاً؟ حسناً. ذكية. دوبي، هذا كعك للحيوانات الأليفة. لكن طعمه لذيذ رغم ذلك. بالطبع، لأنني أعددته بنفسي. مرحبا، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، ساعدني، ناجتي الصغيرة مفقودة. أرجوك تعال الآن. ماذا؟ سنكون هناك في الحال. نقيب لابرادور، كانت ابنتي تلعب هنا لكنها اختفت فجأة. ماذا علي أن أفعل؟ لا تقلقي، لا يوجد قضية لا أستطيع حلها. دوبي، دعنا نتحرى مكان الحادث. ليست هنا، ليست هنا أيضا.
هذه آثار أقدام النعجة الصغيرة. ما هذا؟ أظن أنه شعر كلبة لولو حمراء. وفقاً لآثار الأقدام، النعجة الصغيرة واللولو ذهبا بهذا الاتجاه. إذا وجدنا اللولو، فسنجد النعجة الصغيرة. أها! وف، معك بابيون! بابيون، نحتاج إلى كعكك الخاص بالحيوانات الأليفة قدر ما تستطيعين. لا مشكلة! أي؟ وانتون الصغير! تان 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 تان! أوصل هذا الكعك إليهما! تان 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 تان! سنتمكن من العثور على اللولو الحمراء باستخدام هذا الكعك. هل تظن أن هذا سينجح؟ هذا فعال أكثر من اللازم! لا يوجد أي لولو حمراء هنا! هيا نذهب! تحرك بسرعة! ابتعدوا عني! لا تركضي! لا أستطيع اللحاق بك! أين أنا؟ عمل جيد! أين أنت؟ أخرجي أرجوك! أمسكتك! هذا كل الكعك الذي تبقى لدينا. لولو أخرى! شعر أحمر، أثر الأقدام نفسها. إنها هي، اتبعها. أين لولو خاصتي؟ ها أنت ذا. هاي الشرطة! نقيب لابرادور، أنت بأمان الآن. توقف، لا يمكنك الهرب. حقا؟ سأمضي أولا، أراك لاحقا. انظر إلي. لا أحد يستطيع الهروب مني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، الحيوانات الأليفة قد تبدو لطيفة، ولكن عليكم أن تكونوا حذرين، لأن الأشرار قد يستخدمونها لخداعكم. إذا طلب منكم شخص غريب أن تعتنوا بحيوان أليف أو أن ترافقوه إلى المنزل لتروا حيوانات أليفة أخرى، فلا تستمعوا إليه. رجاء تذكروا ذلك. مكالمة من شخص غريب. صغيرتي، أنا ذاهبة إلى السوق. لا تفتحي الباب لأحد ولا تردي على الهاتف إذا لم تتعرفي على الرقم. أها. وداعاً. أوه، من يتصل؟ أي، أوه، لا أعرف هذا الرقم، يجب ألا أرد عليه. ماذا لو كانت حالة طارئة؟ أوهي، مرحباً، معك النعجة الصغيرة. إنها صغيرة. مرحباً أيتها النعجة الصغيرة، هل والداك في البيت؟ أي، لقد خرجا. ليس في البيت، هذا رائع. من هذا؟ أنا عمك الدب، صديق والديك، ألا تتذكرينني؟ أوه، العم الدب؟ هذا صحيح، لقد اشتريت لك كعكة. واو، كعكة! هل يمكنك الانتظار بالخارج؟ سأكون هناك قريباً. حسناً، أنا قادمة. عمي الدب. ها أنت ذي، تعالي معي. أوه، صغيرتي، أين أنت؟ صغيرتي! أوف، مرحباً، أنا النقيب لابرادور. نقيب لابرادور، طفلتي صغيرة مفقودة، ساعدني أرجوك. ماذا؟ سنكون هناك. نقيب لابرادور، كانت ابنتي تلعب بالصلصال هنا لكنها اختفت حين عدت. لا تقلقي، دعي الأمر لنا. النوافذ مغلقة من الداخل. والغرفة تبدو عادية أيضاً.
ها؟ يوجد صلصال على الهاتف. يبدو أن النعجة الصغيرة ردت على الهاتف. بابيون، تحققي من هذا الرقم. علم. هي. أوه لا، إنها مكالمة احتيالية. ربما تم خداع النعجة الصغيرة من خلال المكالمة. أين موقع هذا الرقم؟ هنا، شقة قوس قزح. هيا بنا. أين يختبئ الشرير؟ أوتش. مرحبا، البيتزا خاصتك ستصل قريبا. توصيل بيتزا؟ لدي فكرة جيدة. أنا جائع جدا. من هذا؟ تهانينا، لقد ربحت قسيمة بيتزا مجانية. بيتزا مجانية؟ هذه هي فرصتك الأخيرة. إذا لم ترغب بها فستذهب هذه البيتزا اللذيذة إلى الشخص المحظوظ التالي. سأخذها. الغرفة 602 في شقة قوس قزح. أسرع أرجو. بابيون، هل أنت جاهزة؟ أنا جاهزة. البيتزا اللذيذة الخارقة سيعلق بها على الفور. واو. هنا بالضبط، طلبية البيتزا. أنا هنا. واو، البيتزا خاصتي. قادم. إنها البيتزا خاصتي. إنها لي. أبعد يديك. إنها لي. إنها لي. أعطيها لي. الشرطة، يجب أن أهرب. توقف. توقف. ما هذا؟ توقف. توقف عندك. هاي. ابتعد. دوبي. توقف. لا يمكنك الإمساك به. هاي. لا يمكنك القفز. إذن وداعا. توقف هنا. دوبي، بابيون، استخدم الكماشة الخارقة. الكماشة الخارقة، انطلقي. دوبي الطائر انطلق. أنت لم تأكل البيتزا بعد. لا أحد يستطيع الهروب مني. أيتها النعجة الصغيرة، أنت بأمان الآن. لقد أمسكنا الشرير. لن أرد على مكالمات الغرباء ثانية. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، إذا تلقيتم مكالمة هاتفية من غرباء فلا تردوا عليها، فقط أخبروا والديكم. إذا رددتم على مكالمة من غرباء فلا تخبروهم أبداً أنكم بمفردكم، ولا تخبروهم أي شيء عنكم، أو قد يخدعكم الأشرار. رجاءً تذكروا ذلك. شخص غريب يلاحقني. وداعاً أيها الدب الصغير. وداعاً. إنه يمشي بمفرده. كيف يمكنني أن أمسك بك؟ سيدي، لماذا تتبعني؟ أنا لا أتبعك. هل هذا طريق ميلكون لك؟ يوه.
أها! لدي فكرة! هاي! الآن لن يتعرف علي! كنت محقاً! أوج! أوج! هل أنت بخير سيدتي؟ أنا آسف جدا. أنا بخير. إنها تتصرف بغرابة. إنه ذئب. أو لا، إنه يتبع الدب الصغير. هيا بنا. توقف، إنها حمراء. لقد ذهب. سأمسك بك الآن. رأسي. هل أنت بخير سيدتي؟ أنا بخير، هذا لطف منك أيها الصغير. أظن أننا التقينا من قبل سيدتي. لا أظن أننا التقينا يا صغير. أذنان كبيرتان، أنف طويل، وأسنان حادة. أنت الذي كان يتبعني. الآن عرفت من أكون. ساعدوني. هناك. توقف. ساعدوني. هذا كل شيء لليوم. من هذا؟ هاي انتبه. كان هذا وشيكا. ماذا يجب أن أفعل؟ هل يجب أن أركض إلى مكان مزدحم؟ أم أختبئ أولا؟ سأختبئ. إلى أين ذهب؟ أنت تختبئ هنا. أيها الفتى المسكين، كان عليك أن تذهب إلى مكان مزدحم. الشرطة توقف. لا. توقف. امسكاني إن استطعتما. دوبي انظر إلي. دوبي. انزل. توقف الحال. لا يمكنك الهرب. توقف الحال. ساعدوني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، الخروج بمفردكم يمكن أن يكون أمراً خطيراً. إذا لاحظتم أن شخصاً ما يتبعكم، فلا داعي للذعر. وابقوا هادئين. إن استطعتم اذهبوا إلى مكان مزدحم واطلبوا المساعدة من البالغين الآخرين. رجاءً تذكروا ذلك. ماذا نفعل إذا صادفنا الأشرار؟ أراك غداً. أراك غداً. هيا صديقي، لنرى الوجبة التي
الحافظة التي لديك هنا. هذا لي. هيا. دعني فقط ألقي نظرة. لا، عيدها لي. سيارة ألعاب، أعجبتني. أعجبتني هذه. لقد فرغ. اذهب للبيت وأحضر لنا كل ما عندك من الوجبات الخفيفة، فهمت؟ إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أي الربط الصغير، هل أنت بخير؟ أنا يا إلهي صغيري، لماذا أنت في هذه الفوضى ثانية؟ سيدة بطة، هل كان البط الصغير هكذا من قبل؟ أجل، هذا ما يشعرني بقلق شديد. أيها النقيب لابرادور، أرجوك ساعدني. أيها البط الصغير، رجاءً أخبرني بما حدث. أنا إذا أخبرت أي شخص فستواجه مشكلة كبيرة. أنا بخير، لقد وقعت فحسب. أنا ذاهب إلى البيت. صغيري انتظر. البط الصغير يتصرف بغرابة، أظن أنه يتعرض للمضايقة. ماذا؟ لابد أن شخصا ما هدده. لدي فكرة. راقب البط الصغير، ربما يمكننا معرفة من يضايقه. ابقى هادئا، انظر هناك. البط الصغير يخرج، لنتبعه. مثلجات شوكولا لذيذة، اشتري واحدة واحصل على الأخرى مجانا. واو، مثلجات. لنرى ما لديه. سأخذها. هو إنها لذيذة جدا. أيها البط الصغير، إنها لذيذة جدا. صديقي تعال إلى هنا. قلت تعال إلى هنا. هذه لك أيها البط الصغير. إنها حشرة. زمان. ضعه في سلة المهملات. توقفوا، دعوه وشأنه. إنها الشرطة. يجدني. لدي فكرة. وجدناه. لا أحد يستطيع الهروب مني. ستأتون معنا إلى مركز الشرطة. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال،
إذا شخص ما ضايقكم فلا تخافوا، تذكروا بأن تخبروا شخصاً بالغاً يمكنه مساعدتكم. إذا لم تخبروا أو تطلبوا المساعدة فلن تتوقف المضايقة. يمكنكم الوثوق بأبويكم ومعلميكم والشرطة، هؤلاء هم الذين يمكنهم مساعدتكم. كونوا أطفالاً شجعاناً. لا تغادر المدرسة بمفردك. يا صغار هيا إلى الداخل. لقد فعلناها، يمكننا الحصول على بعض المثلجات. انظري إنها عربة مثلجات. تفضل. شكراً. هيا بنا. حسناً. أين الجاموس والأرنب الصغيران؟ رأيتهما يخرجان سويا. ماذا؟ ودعان. عربة المثلجات، انتظري. صغيران يخرجان من المدرسة؟ مرحباً، أنا نقيب لابرادور. نقيب لابرادور، أرجوك ساعدنا. الجاموس الصغير والأرنبة الصغيرة غادرا المدرسة بمفردهما. ماذا؟ سنكون هناك في الحال. نقيب لابرادور، ربما يكونان في خطر هناك. ماذا علينا أن نفعل؟ لا تقلقي، سنجدهما قريبا. يا صغار، هل يمكنكم إخبارنا أين ذهبا؟ من ذلك الاتجاه. هيا بنا. انظري، توقفت عربة المثلجات. هيا بنا. هذا مخيف جدا. انتبها لإشارة المرور. آسفان. أخيرا وصلنا. ما المشكلة؟ ألا يمكنك حتى رؤية الأضواء؟ سيدي، كوزي مثلجات من فضلك. سيكلفكما ذلك 10 دولارات. دولارات؟ تحتاجان للمال لشراء المثلجات. كوزي مثلجات. ها يا صغيرين، هذا لكما. واو، شكرا سيدي. هيا الآن لنمرح قليلا. حسناً. المعذرة، هل رأيت هذين الصغيرين؟ لا، لم أرهما. سيدي، هل رأيت هذين الصغيرين؟ لقد رأيتهما يذهبان مع الثعلب. أو لا، قد يكونان في خطر. أسرع لنذهب. الشرطة تلاحقني. علي إيجاد مكان لإخفاء الصغيرين. في هذا المكان. يا صغيرين، ما رأيكما أن نلعب هنا؟ سيدي، لا أريد أن ألعب هنا. أريد أن أعود. تعودين؟ لن تعودا. المعذرة سيدي، هل رأيت ثعلباً مع صغيرين هنا؟ صغيرين؟ ذهبا من هذا الاتجاه. إنه طريق مسدود. لا، من ذاك الاتجاه. يبدو أنه يخفي شيئاً ما. يجب علينا فحص حاويات القمامة. إنها الأرنبة الصغيرة.
الجاموس الصغير. لابرادور يجب أن أهرب. دوبي إنه يهرب بعيدا. هاي لا أحد يستطيع الهروب مني. حديث النقيب لابرادور عن الأمان. يا أطفال، مغادرة المدرسة بمفردكم أمر خطير جداً. بدون وجود أي شخص بالغ لحمايتكم، قد تتعرضون لحادث مرور أو تضيعون أو تتعرضون للخداع من قبل أشخاص شريرين. لذلك يجب ألا تغادروا المدرسة بمفردكم. الوحش العضاد. واو، يا له من فطر جميل، لابد أنه لذيذ جدا. تعال أيها القندس الصغير، حان وقت العشاء. أنا قادم. ها، لذيذ جدا. ما المشكلة أيها القندس الصغير؟ أريد المزيد من الفطر. لقد لابرادور، القندس الصغير تحول إلى وحش وعضنا من الخلف. لقد كان مخيفا جدا. لقد عضكم بشدة. هناك خطب ما يا دوبي، علينا العثور على القندس الصغير الآن. حسناً. بهذه الوسادة ستكون مؤخرتي آمنة. إلى أين ذهب؟ بين الأشجار، هيا بنا. أليس هذا؟ القدس الصغير. أيها القدس الصغير، يبدو أن لديه خللاً ما. هاي أيها القدس الصغير. هاي أيها القدس الصغير. لماذا أنا مجسداً؟ انتبه. لا. دوبي، لنتسلق شجرة الآن. أولا أولا. أولا فطر، فطر كبير. فطر؟ لماذا يسمي الفراشة بالفطر؟ ما هذا؟ هذا غير ممكن. هذه هي آثار أسنان القندس الصغير. فهمت ما الذي يحدث. لقد تسمم القندس الصغير بالفطر، لهذا يتصرف بغرابة. ثم إذا نحن نبدو له كفطرين كبيرين. علينا إرساله إلى المستشفى حالا. أوه، 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 أوه.
أوجا فطر فطر أوجا 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 ها هو وهي عد أيها القندس الصغير عد إلى هنا ارجع فطران فطران رائع إنه يظن أننا فطران حقا نبقه كذلك لا لا من هنا من هنا فطران فطران من هنا من هنا فطران فطران القدس الصغير بسرعة إلى المستشفى حديث النقيب لابرادور عن الأمان يا أطفال عليكم الحذر من الفطر في البرية قد يبدو ملوناً وجميلاً لكنه خطير جداً لأن أغلبه سام لا تلتقطه أو تأكله أبداً تذكروا ما تعلمناه اليوم أوف